الرامي الذي عودنا على لقاءات كبيرة مع الوداد الرياضي يستانس بأجواء إفريقية اليوم كظهير أيمن مكان أيوب الخالقي في وسط الميدان. واليوم ممكن أن نشاهد ثلاث لاعبين ارتكاز على غير العادة من جانب ميشيل دو كاستيل، وربما تحفظ كبير من المدرب السويسري أمام نية هجومية تونسية مع أولى دقائق هذه المباراة. إذن سعيد فتاح، عبد الرحمن المساسي، محمد بن رابح، هذا هو الثلاثي الموجود في وسط الميدان. ياسين لكحل التنشيط على الجهه اليمنى، احمد اشدو في الجهه اليسرى، وكمهاجم صريح فابريس اوندا مالكونغوري. اذا ميشيل دو كاستيل يلعب على الارجح بطريقه 4-3-3، ولكن التحفظ كبير على مستوى الاداء الهجومي لانه اليوم ولاول مره في مسار الوداد مع الوداد. حتى الجمهور الرجاوي اكيد قلبه مع الوداد من اجل متابعه لقب مغربي اخر هنا في النهائي امام الترجي. اذا الركنيه في التنفيذ، خليل الشمام، خليل الشمام على الارجح بالفعل الطائر الايسر يستعد لتنفيذ الركنيه. دائما الترجي عودنا على بدايات قويه، عودنا على بدايات قويه. خليل الشمام حذري من كره، نادي المغرب يتدخل امام وليد الهجري، ممتاز فابريس، يتوغل فابريس، والتدخل من كوليبالي يبحث عن فابريس وانضم. بطاقه صفراء هنا لكوليبالي، لا نقاش، يعني خلاص الحكم أقر بالبطاقة، وبالتالي ربما الجدال أمام الحكم مباراة لن ينفع كوليبالي. سنشاهد الكرة مرة أخرى، هذا هو الاحتكاك. نعم فابريس اوندما بحث عن الخطأ، وفعلا هنا كرة جانبية لمصلحة الوداد. أجدو وراء الكرة، عودنا على أهداف، استمتعنا معه بأهداف لا مع الجيش الملكي في رحلته الإفريقية ولا مع نادي الوداد. هل يفعل اليوم؟ هل يؤكد قوته في الكرات الثابتة؟ نترقب كما يترقب الجمهور حاضر اليوم بالآلاف، لكن معكم الملايين يا وداد. هذه كرة جانبية، أحمد أشتو يسدد، أحمد أشتو معز بن شريفية هنا يصد أصعب كرة من أحمد أجدو. إذا ننضم للركنية، أحمد في التنفيذ يصعد طوال القامة في هذه اللحظات، أحمد أجدو يرفع كرة ممتازة، والمعز بن شريفية لثاني مرة يتألق. الجمهور يطالب بالهدف. ياسين لكحل يرفع كرة، وتدخل العالم، وايضا كوبرلي، ولا ننسى ايضا واحد من الاسماء الكبيره والتي نفتخر بها كثيرا هو نور الدين النيبت. نور الدين النيبت مثال للاعب الاحترافي. يا سلام على الاناقه من احمد اجدو، يقدم كره لفابريس اوندما، فابريس اوندما يحتاج المسانده، من يتابع كره فابريس؟ التصديد، فابريس اوندما كان قريب جدا من الهدف. الحكم اعلن عن تسلل الهدف الكونغولي، لكن قبلها شاهدنا التسديده الرائعه والتدخل الاروع لمعز بن شريفي امامنا على الصور. نعم المعز لولا هذا الحارس وبراعته في التدخلات لكان الوداد هو المتقدم في المباراه. فابريس رفع الكره وعلى الطاير، على الطاير الرامي، على الطاير سدد مباشره، والمعز هنا يلعب دور البطل من جديد. كرة على الطائر، التسديدة مباشرة، ياسين الرامي، والتدخل الممتاز لمعز بن شريفي. هنا لحظة الإعلان عن تسلل فابريس اوندما. مباراة مغايرة تماما لفصل دور المجموعات عندما انتهى اللقاء بهدفين لمثلهما. 35 دقيقة، الوداد تنفذ الركنية بسرعة في القائم الثاني، والحكم يعقوب دسو أدري هل شهد حكم المباراة، ولكن اللقطة تستحق البطاقة الصفراء الثانية، ومن ثم الطرد. عموما تنفذ المخالفة، مرة جانبية، الحد العاثر يقف أمام الوداد. ياسين الرامي هنا تفاعل مع اللقطة، تفاعل مع كرة أحمد أجدو بالراس، مرة جانبية هذه الكرة، والمعز بن شريفي هذه المرة تابع الكرة بعينيه، ولم أذكر في هذه اللحظات الحكم يعلن عن نهاية الشوط الأول.
بتعادل سلبي في هذا الديربي المغاربي في هذا الفصل الأول لنهائي دوري أبطال إفريقيا بالدار البيضاء بين الوداد وكذلك الترشي الرياضي التونسي. نأمل أن يكون الشوط الثاني أفضل وكذلك حضور الأهداف الودادية. إذا مشاهدينا الكرام على أمل لقاء بكم مع بداية الشوط الثاني، دمتم بخير وعلى محبة دائما. الآن أحول الكلمة للزميل هشام الخالصي في الاستوديو التحليلي، فإلى هناك.